استقرار الجنوب مطلوب وميقاتي ثابت على تلازمه مع حزب الله. ماكرون أعمل كلا ينضم حزب الله إلى النزاع. وزير خارجية قطر يحذر من جر لبنان إلى حرب إقليمية. فينيانوس لم يعد مطلوبا في ملف المرفأ. أهلا بكم. تتفاوت النيران في جبهات المساندة لحرب غزة، والشرارات المنطلقة من البحر الأحمر لا تكل سخونة عن حرب الجنوب وغزة، في وقوف متقن بين إيران عبر أزرعها وواشنطن على حافة حرب ولا حرب. ويضفي تورط إيران المباشر في ضربات مباشرة على العراق وسوريا وصولا إلى بلوشستان باكستان في دخول رياح عسكرية إلى الميدان المشتعل. لبنان ينكشف في مكانين أمنيا، يسمع ميقاتي المجتمع الدولي ويلتزم موقف حزب الله في ربط التهدئة الجنوبية بحرب غزة، فيما يقر من جهة أخرى